نعم، زيدان كان غاضبا بعد نهاية المباراة ولم يتجرأ، هذه النتيجة السلبية التي لم تأتي في وقتها. مصطفى بن جابر يقول جاءت في وقتها لأنها جاءت قبل مباراة رابطة الأبطال، ولكنها يعني تفقد أو تفقد الريال نقطتين في سباق اللقب، المنافسة مستمرة مع برشلونة، وفقدان نقطتين على أرضية ميدانك أمام سيلتا فيغو بدون شك وخبر غير سار لأنصار الميرينجي. مصطفى، ما سبب هذا التعادل؟ هل هو زيدان أم اللاعبون؟ ما هي الأمور التي لم تسير بالشكل المطلوب أمس؟ والله أنا نظن لأول مرة راح نتكلم شوية على دور زيدان، وخاصة يعني عندما يدير تشكيلة دكتور زيدان حسب دكتور ايه، ولكن كي يخسر يولي فرملي محمد. وهذا لكل المدربين نفس الامر. انا نقول باللي نظن باللي في التشكيله اللي بدات محمد، انا نظن باللي ارتكب بعض الغلطات. نعطيك على سبيل المثال، انا نظن باللي كيما ازار بعد غياب يعني ما نعرفش شحال، يعني شحال لمين شحال قعد يعني 82 يوم 82 يوم محمد، يعني مده، لكنه كان احسن لاعب في اللقاء مصطفى. لا لا معليش، وتسبب بركله الجزاء. انا بالنسبه لي ما كانش يقدر يدخل اون طونك اساسي، هذه وحده، هذه غلطه. ثانيا حتى نظن باللي نعرفوا الكل ان يعني اسمه لاريير غوش مارسيلو راهي مر، في مارسيلو يعني اوافقك الراي، ما راهي مر يعني فتره شويه صعيبه، خاصه دفاعيا، نتكلم دفاعيا محمد. دونك ديجا وزيد الامر يعني الغريب هو يعني باي عندما يعني تشوفوا محمد كل يعني ما رانا نشوفوا فيه يعني الاداء تاعو يعني وين راه يدخل يعني جوز اكوتي يعني يلقى روحه اساسي. انا نظن باللي هادو الثلاث مناصب ارتكب ربما غلطه، ولذا نظن باللي راح يغير يعني التفكير تاعو في المباراه اللي راهي جايه. نعم، اذا يا بن